من جولاتنا الميدانية لزيارة النواحي والأقضية في محافظة نينوى، متابعة عمل الزراعي في هذه الوحدات الإدارية. قمنا هذا اليوم بزيارة ناحية بعشيقة، والآن تفقدنا معمل علف بعشيقة الحديث وكذلك مفقس بعشيقة الحديث. طبعا حقيقة هذه من المؤسسات الرائعة جدا والمتقدمة في إنتاج الأعلاف بمراحل الثلاثة، المرحلة الأولى والثانية والثالثة اللي هي عليقة الدواجن. الإنتاج طبعا يعتبر جيد جدا، اللي هو بمعدل 10 طن بالساعة، ويعتبر هذا إنتاج حقيقة جيد جدا في ظل هذه الظروف. بالتأكيد هذه الأعلاف تغطي وتأمن حقيقة كثير من مشاريع الدواجن الموجودة في المنطقة وخارجها. كذلك طبعا تفقدنا المفقس، وشفت طلعنا على الفقسات الموجوده لهذا اليوم، وحقيقه ايضا الانتاج ممتاز جدا ونسبه التفقيس عاليه جدا، كانت هذا اليوم 88%، فهذا يؤكد انه لان الافراخ الموجوده ومصدر الافراخ اللي هو بلجيكي من الافراخ الممتازه جدا، وبالتاكيد هذه الافراخ راح يكون نموها سريع جدا بحيث يكون وزنها عالي جدا وخلال فتره قصيره. من ضمن فعاليات مديريه زراعه نينوى، قام السيد مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمة توبية بزيارة ناحية بعشيقة للاطلاع على واقع الزراعي، ومن ضمنها تم زيارة مفقس بعشيقة الحديث ومعمل علف بعشيقة الحديث للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تصيب قطاع الثروة الحيوانية، وتم المناقشة مع صاحب المفقس للاطلاع على مساحة المفقس والطاقة الإنتاجية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 4 مليون فرخة بالسنة بواقع 6 فقاسات و12 حاضنة. كذلك تم الاطلاع على معمل علف المنتج للعلاف في المرحلة الأولى والثانية والثالثة بالعليقة المخلوطة من الذرة والصويا والبروتين والبريميكس الموجود لتجهيز الأفراخ الموجودة بالنسبة للمربين المستلمين من المفقس، حيث يتم عادة توزيع الفرخ في الساعات الأولى من الصباح، حيث تبدأ الفقسة من الساعة الثانية ليلا وخلال حتى السابعة صباحا ليكون الفرخ على أتم حالة من الصحة. ويتم الإشراف من الناحية الفنية من قبل زراعة نينوى بإشراف مسؤول الثروة الحيوانية، وكذلك الطب البيطري من قبل طبيب بيطري لإعطاء اللقاحات اللازمة ضمن المفقس، وبعدها يتم توزيع الفرخ على المربين. موقع المعمل في بعشيقة الحديث في ناحية البعشيقة، اسم المفقس بعشيقة، وطاقة الإنتاجية مع المفقس 4 ملايين بيض سنويا وقابل للتجديد، والمعمل على 10 طن بالساعة إنتاج الأعلاف. قابلية المستهلكين بالنسبة للمعمل يعني تشهد انتعاشا؟ نعم، يعني أول سنة كان 20%، هسه تقريبا بال 2020 تقريبا 80% قاعات الموصل يشتغلون.